منتصر. تفضل اخونا منتصر بالله، دورك الاخير لك، الخاتمه لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام اخوي. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. حياك الله حج اسد، طمني عنك. الحمد لله، كيف احوالك حبيبنا؟ بارك الله فيك، اهلا وسهلا حج اسد. حبيبي حج اسد، انا امبارح سمعتك في شان آية وأن طائفتان من المؤمنين، فقلت أنت أن العبرة بخصوص السبب، سمعت تقول أن لها سبب نزول. العبرة بعموم اللفظ. لا لا، أنا البارحة هكذا قلت، اسمعني، البارحة قلت هكذا، قلت أنت هذه الآية نزلت في يوم صفين؟ قال لا. متى نزلت؟ قال في يعني زمن النبي صلى الله عليه وآله. قلت له أرجع إلى سبب النزول، بلا شك سبب النزول داخل في الآية، هذا لا يعني أن الآية خاصة في هذا فقط، لكن سبب النزول أنت ما تقدر تلغي. سبب النزول نزلت في قوم منافقين، فئة كانت منافقة. يعني هو الآن الشيخ منتصر ماذا يقول؟ يعني معاوية مشغول بهذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين؟ طبعا أكيد، كون قال الحاج أسد أن العبرة بعموم اللفظ. شنو؟ لا لا لحظة لحظة، بل شنو الدليل على انه لا لا لحظه شنو الدليل على ما هو الدليل على ان الايه تشمل معاويه؟ ما هو الدليل؟ احنا العبره بعموم اللفظ. هي العبره بعموم اللفظ، الايه تقول ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما هو الدليل على ان معاويه مؤمن؟ يعني من هو الذي طبقها على معاويه؟ لا أول مرة الآن 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 أليس من العدل أليس من العدل أليس من العدل أولا أن تثبت إيمان معاوية ثم تسقط الآية عليه؟ العرش قبل النقش، صح؟ أنت تجيب النقش قبل العرش. أنا عندي ثابت معاوية. يا شيخ منتصر، عندي ثابت. يا شيخ منتصر، أنت من تدعي أن معاوية منافق؟ يا شيخ منتصر، أليس الأجدى بك أولا أن تثبت أن معاوية مؤمن ثم تأتي بالآية فتطبقها على معاوية؟ الآن اثبت أن معاوية مؤمن بعد ذلك طبق الآية عليه. أستاذ، قبل أن يكون معاوية، أتركني من معاوية الآن، هل تؤمن أن العبرة بعموم اللفظ؟ نعم أو لا؟ بعد ذلك أؤمن بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعندنا تخصيص الوارد لا يخصص المورد. واضح؟ واضح أخونا؟ ما عندنا مشكلة فيها. لا خطأ. ولكن خطأ هذه، ولكن هذه الآية لا يمكن إسقاطها على معاوية، لأن معاوية منافق. دليل منافق تفضل هات الدليل. والله العظيم، والله العظيم انت انسان جيد اليوم، سؤالك سؤال جيد يا اخوان. ما دليل ان معاوية منافق؟ دليل معاوية منافق اولا بغضه لعلي بن ابي طالب عليه السلام، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، ومعاوية كان يبغض علي بن ابي طالب بل ويأمر بسبه. هذه واحد. طيب، دليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن معاوية: يموت معاوية يوم يموت على غير الإسلام. معاوية يموت على غير الإسلام. دليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى معاوية وأباه وأخاه فقال: لعن الله الراكب والقائد والسائق. لعن الله الراكب والقائد والسائق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعنه. طيب، وقال يموت على غير الإسلام. طيب، وكان يبغض علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان يشرب الخمر في مسند أحمد بن حنبل. المؤمن ما يفعل هذه الأفاعيل كلها. نعم، قد يقال له مسلم. طيب، وكان يتعامل يلبس الحرير بأسانه الصحيحة، وكان ماذا أخواني؟ يتعامل بالربا في صحيح مسلم وفي سنن البيهقي بسند صحيح، وكان يبيع الأصنام في تهذيب الآثار للطابري بسند صحيح. شنو خلى معاوية؟ وانتهت أموال الناس بالباطل. تسمح لي بالرد يا أستاذ ميثم؟ تسمح لي بالرد يا أستاذ ميثم؟ أول دليل قال أن معاوية كان يبغض عليه. فإذا الآن ميثم الموسوي يقول لكم يا أخوة يا شيعة أن علي رضي الله عنه وأرضاه كذاب. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه. لا، ما هذه العبارات؟ يعني ما هذه العبارات يا أستاذ؟ لا نسمح بهذه العبارات. حتى على مثل لا 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 هكذا، شوف هكذا لا نقبل ابدا، هكذا لا نقبل. انت باستطاعتك ان تستخدم لفظ اخر، هذا مرفوض، لا نقبله. طيب الان يقول ان علي اخطا، لماذا؟ لان علي رضي الله عنه وارضاه
قال لا نستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا. أقرأ من البداية، من البداية، أقرأ من البداية، لا تبتر، أقرأ من البداية. كنا قد التقينا والقوم إخواننا بغوا علينا. لا لا لا، أوقف 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 أوقف. أنا التدليس ما مشي، أنا حافظ هذا الكلام اللي تقرأ الله وكيلك أنا حافظه. أقرأ من البداية. كنا قد التقينا والقوم والظاهر شنو هو؟ طيب أنا قلت أنا الظاهر يا إخوة الظاهر الظاهر. أنا والله كنت أرجع أستاذ منتصر، أستاذ منتصر الظاهر ممكن أكون مجال أتكلم يا حج أسد مجال مجال شوي هدوء هدوء شوي أستاذ منتصر فضلا فضلا. شوف أنا راح أقرأ لك أبيات من 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 كلام ابن كثير، هذه عفوا نقلها ابن كثير، هذه نقل أرجوزه. نعم احسنت شيخ. نقلها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. يقول قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: ثم قلت انا بعد ذلك ابياتا، وهكذا خلفاء بني أمية عدتهم كعدة الرافضية، ولكن المدة كانت ناقصة عن 100 من السنين خالصة خالصة، وكلهم قد كان ناصبية. أحسن. إلا الإمام عمر التقية من النواصب معاوية، ثم ابنه يزيد، وابن ابنه معاوية السديد، مروان أحسن، ثم ابن له عبد الملك. هذا صاحبكم يقول نواصب، كلهم يقولون نواصب. الذهبي يقر ذلك، قال ان من قاتل علي في صحيح الشام خلفا يحبونه ويتغالون فيه، قد نشأوا على النصب. ها نعوذ بالله من الهوى، نشأوا رباهم على النصب. طيب اذا هم رباهم ليش تخافون ان الشخص يتكلم؟ هو لحظه يقول رباهم على النصب، هو علمهم النصب. طيب اذا هو رباهم على النصب هو مو ناصبي. ها مثل مع شيخنا انت استاذ منتصر، انت يا قسد نعم. حديث عبد الرزاق الصنعاني شيخ البخاري، عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه يتكلم عن خروج عائشه، يقول ومعها مضر مضرها الله بالنار. تقول لهم يابا دول الجيش مضره الله، هذا دعاء النبي، مضره الله في النار. زين زين، اذا كان الجيش في النار والقائد قاعد يطوي يروح للجنه، جيشه بالنار هو بالجنه، هاي ولا قيل الكلام؟ أيه؟ هاي ولا قيل الكلام؟ لا هو يقول القاتل والمقتول في الجنه، القاتل والمقتول في الجنه. انتم عندكم عقول؟ بعدين استاذ منتصر رب الناس وقت الناس اكو كلمات، اكو كلمات استاذ منتصر، اكو كلمات لا محل لها من الاعراب. يعني انت لما تقول انتم تخافون هذه لا محل لها من الاعراب، لان الناس ترى وترى. ما تتركوني اتكلم يا حاج اسد، ليش انتم ثلاثه تكلمتوا وتقاطعوني؟ وخلوني اتكلم. طيب سيدنا هاي هو مال لهجه البلاغه، غرد خليك الشاهد يحكم بيننا. يا اخوه يا اعزاء، الان اتكلم انا والمتابع يحكم بيننا، بيني وبينكم. يا شيخ منتصر ارجوك والله مع احترامي لك، والله الذي لا إله إلا، وقلتها قبل قليل مع بعض الأخوة، كنا قبل قليل نتعشى سويا، قلت والله هسه ما أدري تعمدا ما أدري نسيانا ما وجدت، أو نقلا يجوز أنت نقلت النص هذا مبتور سمعته من الناس بتروه وأعطوك، يا أخي والله ما وجدت وهابي يستدل بدليل ها يطلع بأدلة، يعني يجيب 3 أدلة 4 إلا وبتر أو دلس في واحد منها أو 2 أو جميع. يعني هذا النص، هذا النص، هذا النص لو قرأته من المقدمة لبان الخوار. لماذا؟ يقول وكان بدء أمرنا إن التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر إن ربنا واحد. الظاهر هذا ظاهر الناس، هذا ظاهر الناس. لحظة. يقول في نفس النص، يقول إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء، فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائر. هذا الكلام كل ما يجيبونه يجيب لك بس هذا، أمرنا واحد ونبينا واحد وإيماننا واحد. طيب بإطفاء النائر وتسكين العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع فنقوى على وضع الحق في مواضعه، فقالوا بل نداويه بالمكابرة، ف
فأبوا حتى جنحت الحرب وركدت ووقدت نيرانها وحمست، فلما درستنا وإياهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم إلى ما طلبوا حتى استبانت عليهم الحجة وانقطعت منهم المعذرة، فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الهلكة، الذي تاب الذي رجع أنقذه الله من الهلكة، ومن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه وصارت دائرة السوء على رأسه. بالله عليك، معاوية من أيهم؟ من التاب ورجع لعلي بن أبي طالب، ها، أم لج وتمادى؟ بس ما يقرأون كان هذه أدلتهم يا شيعة، انتبهوا والله، إذا جاءكم الوهاب بدليل فككوا، فككوا العبارة واقرأوا قبل ثلاثة أسطر، قل أقرأ قبل ثلاثة أسطر أربعة أسطر، واقرأ واقرأ بعد بأربعة أسطر، يتبين لكم الكلام. ما يستدلون بدليل صحيح، ما يتكلمون بكلام صحيح. طيب، إنا لله وإنا إليه. ممكن يا أستاذ ميثم، ممكن يا أستاذ تعطيني ثلاث دقائق دون مقاطعة؟ لا أخذ دقيقتين لأنه شارفنا على الإنهاء. الله يبارك. دقيقتين أستاذ منتصر أرجوك. طيب إذا تقدر بكرة. دقيقتين بس لا تقاطعوني. لا أنا أعطيك، أنا أعطيك. اسمع اسمع اسمع، أنا أعطيك بس أنا أريد ما عندك خدمة. بكرة إن شاء الله تعالى، بكرة الآن ستأخذ دقيقتين بل ثلاثة إن شاء الله كرم السيد، لكن بكرة إن شاء الله يا ليت تكون متواجد من بداية الحلقة حتى تكون لك مداخلة أوسع من هذا. إحنا يهمنا جدا أن أنت جيت تطرح أفكارك. فتفضل الآن بالثلاث دقائق، وبكرة إذا أجيت مبكرا أعطيني خبر حتى أخليك في بداية الحلقة إن شاء الله. تفضل. طب اسمعوا اسمعوا يا شيعة، بارك الله فيكم وأرجو لكم الهداية إن شاء الله. وأنت يا أستاذ ميثم، أستاذ ميثم قال أني حذفت والظاهر، والله ما حذفتها بل قلتها في نهاية كلامي، قلت والظاهر أن ربنا واحد، وكنت سأدقق على هذه الكلمة. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه وأرضاه حكم عليهم بالظاهر، فعلي رغم معرفته بدخل القلوب كما تقول الشيعة ويعلم ما كان وما يكون، ما كان منه إلا أن حكم بالظاهر. فيأتي الأستاذ ميثم ويقول لا، أنا لا أقبل أن أحكم عليهم بالظاهر بل أحكم عليه بالباطل، بل نحن مأمورون وعلي مأمور وحتى النبي مأمور أن يحكم على الشخص بالظاهر لا يحكم على الشخص بالباطل، وهذه عقيدة المسلمين أن يحكموا على الشخص بالظاهر لا يحكموا على الباطل. فعندما قال علي والظاهر، والله صدق، ونحن نقول والظاهر أن ربهم واحد وإيمانهم واحد وإسلامهم واحد، لا يستزيدهم علي. علي قال لا أستزيدهم في الإيمان وهم لا يستزيدونني، وهذا كلمة الحق. فأنا كنت سأدقق على هذه الكلمة، لكن ميثم عرف أنه أنا هذه الكلمة هي طامة عليه، لذلك قال أنا سأحاول أن أقول أن الظاهر أن هذه الكلمة باطلة. لا، نحن نقول كلمة حق والله. إنها لماذا لم تنطقها بالبداية؟ والله نطقتها لكن أنت لم تسمعها. خلي كمل آخر جملة من الخطبة. والله نقط، والله نطقتها بالبداية بأول ما تكلم في آخر الخطبة. طيب كمل كمل آخر جملة من الخطبة، كمل. أنت الآن تقسم بالله تقول والله نطقتها. قال علي عندما استجابوا له، فقال علي إنما استجاب، بل هذا يا رجل اتق الله، اتق الله. فإن فاءت فإن فهذا نص الآية الكريمة كما قال في نهاية الخطبة علي، فإن فاء كما قال في آية في نهاية الآية، فإن فاء فأخواننا. لا لا أريدك تكمل آخر الجملة من الخطبة. هذا كلام غير وهذا غير، هذا غير. لا تكمل آخر الخطبة. الراكس الذي رمى على قلبك. فاستجابوا فاستجابوا. هذا فإن فاء كلام غير يا رجل. يا أخي هربوا من الظلم. يعني لما نعطيك الحرية ظل تكذب، والله عيب. تدخل خطبة بخطبة، يعني عيب هذا الكلام. ما دخلت خطبة بخطبة، هذه آية بخطبة. كلام يا رجل، هذا كلام غير وهذا كلام غير. رددت الخطبة إلى الآية، أنا رددت الخطبة إلى الآية. حتى أستاذ منتصر، أستاذ منتصر، حتى 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 أنهي أنهي هذا سيدنا سيدنا مرخصك أستاذ منتصر، من رخصتكم كلكم. نعم. شوف أستاذ منتصر، إحنا إحنا يعني نجاريكم ونزيد الأدلة حينما نرجع إلى كتبكم. نحن في الواقع لا نحتاج إلى هذا، كل من حارب علي بن أبي طالب فقد حارب رسول الله، هذا أيضا ثابت في كتبكم لكنكم تأبون. أمير المؤمنين أعطيني مجال، أعطيني مجال، أعطيني مجال، أعطيني مجال، فضلاً منك، فضلاً منك، فضلاً منك، أعطيني مجال، أعطيني مجال، اسمعني يا أخي، اسمعني، اسمعني يا رجل، اسمعني، اسمعني الله يصلح حالك. ليست القضية فقط
هي هذه العبارة التي نقلتها، وإن كانت العبارة كافية، ولكن ليس الدليل عندنا في هلاك معاوية هو هذا فقط، بل عندنا في كتبنا أن أمير المؤمنين كان يلعن معاوية، وهذا نقله ابن تيمية ونقله علماءكم. علي ابن أبي طالب لما يلعن إنسان لا تقوم له قائمة عندنا، كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي لعن إنسان، أنت عندك النبي قد يلعن إنسان وهو مخطئ، إحنا عندنا لا. كذلك عندنا أن علي عليه السلام إذا لعن إنسانا خلاص هذا الإنسان طرد من رحمة الله، لا يشفع له أحد. هذا في دينك، أنا ما لي علاقة في دينك، أنت تحاسب. أنا ما ملزم في دينك، أنا جاري أول حتى في دينك. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. اسمع، حتى في دينك لو هكذا. أنا أقول الآن وخاطب كل المسلمين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بحديث صحيح إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ثم قال علي عليه السلام، علي قاتل على تأويل القرآن. ماذا يعني تأويل القتال على تأويل القرآن؟ يعني أن قتاله دفاعا ومتوافقا ومن عين القرآن كما قاتلت على تنزيله. أوضح من هذه العبارة؟ فكل من وقف بوجه علي بن أبي طالب فقد وقف بوجه القرآن. هذا حديث عن النبي واضح، أنتم لا تريدون أن تفهموا. هذا دليل واضح. كل من وقف اسمع سيدي كل من وقف بوجه علي بن أبي طالب عليه السلام وقد حارب القرآن، يعلم أم لا يعلم، كان من كان في عقيدتي، في عقيدتي ليس، لا انا في عقيدتي ما الحديث عن شنو ذنبي انت؟ هذا فهمك، هذا فهمي للحديث الموجود صحيح في كتبك. إيه في كتبي انا لا اخذ بفهمي انا وليس فهمك انت. انا ما اخذ بفهمك سقيم جسوي. القران كتابي وكتابك ايضا، انت تفهم القران بطريقه مخالفه. يا حج اسد، انت قلت ان الله خاطب المؤمنين يخص به المنافقين، وهذا باطل. لا ليس باطل. وانت اسمع ابن تيميه يقول هذا، ابن تيميه يقول هذا، وهذا كلام علماء ابن تيمية وابن عثيمين. اسمع انت لا انت لا تدري ما تقول. القرآن حينما انت تدري ما تقول يا حاج، اسمع استاذ منتصر، القرآن حينما يستخدم هذه العبارة يا ايها الذين امنوا ارجع لاقوال علمائك، هذه العبارة تشمل المؤمن والمنافق. تفضل سيدنا، اخرج العبارة. العفو، هذا كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية. لحظة يا منتصر، هذا كلام ابن تيمية يقول الخطاب بيا أيها الذين آمنوا في مجموع الفتاوى، غير قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ونظائرها. فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، وإن كان منافقا في الباطن، هذا مجموع فتاوى ابن تيمية. ثانيا، أنت استشهدت بهذه الخطبة، والله أنا قابل بها، وقابل بحكم ابن علي بن أبي طالب في هذا الكلام، هذا الذي يقول كنا قد التقينا والقوم، والظاهر إن أمرنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وما عدنا شيء، فقط الخلاف في دم عثمان ونحن منه براء، هذا الظاهر للناس. طيب أنا أقبل بهذا الكلام. أيوة. والله لحظة 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 أخواني، هو ألزمني بهذا الكلام. يقول علي بن أبي طالب، لحظة أرجوك يقول علي بن أبي طالب، اسمع يا رجل يقول فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الهلكة، ومن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه. شوفوا كلمة علي قال فاستجابوا. لحظة اصبر، كلمتان قرآنيتان، الراكس الذي ران الله على قلبي، أين نجدهما في كتاب الله؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الله أكبر. علي بن أبي طالب ماذا قال؟ فمن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه، وصارت دائرة السوء على رأسه. دائرة السوء على من أخواني؟ على المنافقين في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب معاوية
تابع أمرك يا أستاذ معاوية الجوت مادة. إذن دائرة السوء على رأسه بنص من علي بن أبي طالب في هذا الذي استشهد به منتصر هو منافق. ثم الآية الأخرى يقول الراكس الذي ران الله على قلبه. من الذين ران الله على قلوبهم؟ يقول في سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكذبون بيوم الدين، يقول ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. شكرا لك أخ منتصر، جزاك الله خير، أثبتت من كلامك الذي استشهدت به بأن منافق معاوية منافق ومن أصحاب الجحيم وفي الدرك الأسفل من النار، وران على قلبه وصارت دائرة السوء على رأسه. شكرا لك أخونا منتصر. طيب أخواني أعزائي المشاهدين الكرام، الله يبارك بكم ويحفظكم إن شاء الله ويوفقكم. جزى الله كل أخوة خيرا الذين قدموا التعازي